يستعد الشعب المصري لهذه اللحظات الفائقة من تاريخه لخوض تجربة مصيرية جديدة تحدد مساره ومستقبله لسنوات طويلة قادمة. فهو على أعتاب التصويت على نسخة جديدة من دستور ندعو الله أن يرقى لمستوى تطلعات هذا الشعب العظيم ولما قدمه من تضحيات خلال السنوات الثلاث الماضية. دستور يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية يعكس مبادئ وأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة دينية مع ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وحفاظ على استقلالنا الوطني. نحن هنا اليوم لنناقش أبرز مواد هذه الوثيقة الدستورية المقترحة بكل شفافية ووضوح. نحاول وضع أيدينا على السلبيات والإيجابيات بموضوعية حتى نصل سويا للقرار الذي يفضي ضمائرنا أمام صناديق الاقتراع التي ستحدد مستقبلنا ومستقبل أولادنا. ينبغي علينا جميعا أن ندرك أن الشعب المصري يتغير منذ ثورة يناير مرورا بثورة يونيو. قد أصبح هذا الشعب واعيا لما له من حقوق وما عليه من واجبات. فهو يتخلى رويدا رويدا عن النموذج الأبوي الذي يحاول فرض رؤية أحادية عليه. كما أنه لن ينخدع أيضا بما تحاول جماعة الإخوان بثه من تضليل وشائعات لخدمة أغراضها السياسية الدنيئة التي فاطم إليها شعبنا الواعي. والآن مع كلمة الأستاذ سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي بلجنة سيدات وسادة الحضور، في الحقيقة أن الحديث بشأن الدستور المصري هو حديث في غاية الأهمية وفي غاية الدقة وفي غاية الصعوبة. وأنا أعتقد أنه هناك إشكاليتان يجب أن نتحدث عنهما بوضوح شديد. الإشكالية الأولى تتعلق بشكل الصراع الآن الذي يدور حول هذا الدستور وحول دور الدستور في مرحلة الاستقرار السياسي وخارطة المستقبل لمصر. وأقول أن أمامنا وأمامكم تحدي كبير لا يتعلق فقط بشكل ولا حتى بمضمون الدستور، إنما هذا التحدي يتعلق بمدى إيجابية أو الاستجابة لدعوة الحضور للاستقلال على هذا الدستور وهذا النموذج. ونسبة الحضور في هذا الأمر سواء من يؤيد الدستور أو لمن يرفضه يجب أن تكون محسوبة، يجب أن تكون معلومة، يجب أن تكون مقدرة بأعلى درجات الحضور حتى نعطي رسالة ودلالة قطعية ثبوت أمام الرأي العام العالمي أن الشعب المصري متبني خارطة الطريق ومتبني توجهها بغض النظر عن رؤيته التي تتعرف بمضمون الدستور. القضية الثانية أيضا وهي مرتبطة بالشكل وهو التحدي الكبير الذي يجعلنا نسعى للحصول على أعلى نسبة تصويت تقول نعم لهذا الدستور، باعتبار أن هذا الذي تم إنجازه هذا المشروع يعتبر هو أقصى ما يمكن تقديمه للأمة في هذه الأوقات وفي تلك الظروف العصيبة والصعبة. وبالتالي على كل القوى الوطنية، على كل القوى السياسية، على كل القوى الثورية والشبابية أن تجعل هذه القضية قضية التصويت، وقضية التصويت بنعم هي القضية الرئيسية في جوهر ما نسعى إلى تحقيقه خلال المرحلة القادمة. خلاص انا دي واحده بلاك. اما موضوع الدستور وهذا قد حدث فيه كثيرا، واعتقد ان الجلسه الاولى التي سوف تتحدث فيها الدكتور جابر صفر يوسف في هذا الامر، لكن نؤكد ايضا على عده احقاق اهم ان هذا الدستور قد ولد باراده سياسيه توافقيه بين كل القوى الوطنيه المصريه تقريبا، وانه القارئ لهذا الدستور لا يستطيع ان يبحث أو يشك في أن هناك تيار بعينه أو فصيل بذاته قد استطاع أن يوجه الدستور إلى الوجهة التي يريدها هو بتياره أو بانتمائه السياسي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة أشكر هذه الدعوة، وهذه أول مرة أتحدث عن الدستور خارج نطاق لجنة 50 بعد صدور الدستور أو بعد صدور مشروع الدستور وتسليمه إلى السيد الرئيس توطئة لطرحه على الشعب في الاستفتاء.
قدر لي أن أتحدث عن مسألتين شائكتين في الدستور، وهو نظام الحكم والمحاكمات العسكرية. حسب ما قيل لي على جدول المؤتمر، قد يسهل في الحقيقة الحديث عن باب الحريات، وقد يسهل الحديث عن باب قومات الأساسية، ولكن مش يصعب الحديث عن باب نظام الحكم وفكرة المحاكمات العسكرية، إنما قد يكون الأمر فيه بعض التداخل والالتباس والنظر ناتج عن صعوبة فهم فكرة أو نظام أو نصوص التي تبين نظام الحكم في أي دستور. إنما علشان نبين إزاي الدستور ده أنجز فيما يتعلق بنظام الحكم وفيما يتعلق بقضية المحاكمات أيضا العسكرية، لابد أن نقول يعني إيه دستور. الدستور في الحقيقة كلمة ليست عربية، وإنما دخلت إلى اللغة العربية من اللغة الفارسية، وهي تعني الإذن أو النظام، وهي تعني إذن المحكوم للحاكم أن يحكمه ولا يتحكم فيه. ولذلك حتى الأدبيات في الأفلام العربية زمان لما كانت تيجي الناس يكون داخلين البيوت يقول لك دستور يا سيادنا، قال الإذن يا سيادنا بالدخول. فعندما يأخذ هذا الوافد الإذن هو يدخل إلى البيت يقيد الحقوق والحريات في البيت. خلاص الراجل إذا كان قاعد براحته قالع جلابيته ومتبسط مع أولاده وزوجته، فإنه في هذه الحالة هيقيد حريته، ولازم يقوم يلبس جلابيته، ولازم يقوم الست ترتب الصالون، ولازم تنكر هكذا. والدستور بيأذن للحاكم أن يحكم، ويجب ألا يتحكم في المحكوم، ويجب أن يحفظ حقوق المحكوم وحرياته. ولذلك مهما كان حلاوة باب الحقوق والحريات أو المقومات، لا يمكن أن نصل إلى نتيجة جيدة إلا إذا كان دائما نظام حكم جيد ومتوازن ومحترم يمنع الاستبدال. لأن إذا استبدل الحاكم تصبح نصوص الدستور بلا قيمة وبلا جدوى. ولعلكم دائما كنتم تسمعون أن دستور 71 كان به حقوق وحريات جيدة، ولكنها لا تفعل ولا تطبق لسبب بسيط، لأنه النظام الحكم كان في الحقيقة يميل إلى استبداد جارف، خاصة لمؤسسة الرئاسة، وإن البرلمان والحكومة كانوا في الحقيقة يعني ظل للسيد الرئيس، لا يتحركون إلا إذا سمح، ولا يقولون إلا بما يحب أن يسمع، ولا ينفذون إلا ما تريد إرادته، فتلتبس إرادة الشعب بإرادة الحاكم، وتذوب الدولة في شخصية الحاكم، فيصبح الحاكم هو الدولة.